هذه الورشة عبارة عن يعني ورشة تفاهم أولا بمناسبة يعني انتخابات اللي مرت لاختيار مندوب عن طول كرم أولا، ثم التعرف على مشاكل المهندسين المقاولين والمهندسين المقاولين الموجودين في اتحاد المقاولين في الضفة الغربية. ومن خلال هذه الورشة يعني توصلنا إلى بعض النقاط حتى نستطيع أن نطرح مثل هذه المشاكل أمام المؤسسات يعني والمهيئات الموجودة المحلية وأمام الوزارات مشاريع اللي تقدم من دول مانحة والوزارات وخاصة وزارة المالية. احنا اليوم بصدد اول لقاء بنقعده بعد الانتخابات اتحاد المقاولين بمدينة طول الكرم، مجتمعين على أساس نتباحث مشاكل الاتحاد أعضائه، شو المشاكل عمالها بتصير مع كل مقاول، مشاكل بتواجه المقاولين مع البلديات مع مؤسسات البلد، مع أسعار الدولار هبوطه وارتفاعه، خسائر كبيرة قاعدة بتلحق بكثير من المقاولين، كثير مشاكل عمالها بتصير برضو مع الإشراف الهندسي مختلف الوزارات. ابتداء هذه الورشة جاءت بعد الانتخابات اللي حصلت في جميع مناطق الضفة الغربية. عندنا أنا هون في منطقة طول الكرم فزت كممثل للاتحاد في منطقة طول الكرم. كانت هذه الورشة بداية جمع للمقاولين لبدء التواصل مع هؤلاء الزملاء. بدأنا بالتواصل مع الإخوة الزملاء من خلال هذه الورشة ابتداء، طلعنا بمجموعة من المقترحات سنتقدم فيها لعدة مؤسسات ابتداء بلدية طول الكرم، وزارات مثل وزارة الحكم المحلي، وزارة الأشغال، جامعة خضوري وغيرها من المؤسسات.